هذا وأفاد المركز الوطني للأرصاد أن الإعصار المداري شاهين يتمركز حاليا شمال غرب بحر العرب، تصاحبه تشكلات مختلفة من السحب تتخللها سحب ركامية ممطرة مختلفة الشدة ورياح قوية على بحر العرب تبلغ سرعتها حول المركز من 116 إلى 150 كيلومترا في الساعة. ورفعت بلدية مدينة كلباء العلم الأحمر على شواطئها نظرا لهذه الحالة. وأكدت البلدية أن فرق العمل على أتم الاستعداد للتعامل مع الحالة المدارية شاهين. وبدورها دعت بلدية مدينة خرفكان أيضا أفراد المجتمع إلى الابتعاد عن مجاري الأودية وأماكن تجمعات مياه الأمطار بسبب تداعيات الحالة المدارية، وشددت على الجمهور عدم ارتياد البحر اعتبارا من اليوم وحتى إشعار آخر. كما نوهت بلدية إمارة الفجيرة الجمهور إلى أخذ الحيطة والحذر خلال اليومين القادمين نظرا للحالة المدارية التي قد تؤثر على سواحل الدولة.